تقول عن نفسها: إنني فتاة في بداية طريق الهداية والاستقامة، وأود أن أعرف منكم ما هي الكتب المفيدة التي تنصحونني بقراءتها، وكذلك الأشرطة التي تنصحونني بالاستماع إليها. جزاكم الله خيرا. في مقدمة الكتب وأعظمها على الإطلاق كتاب الله عز وجل، تكثر من تلاوته وتدبره وقراءة تفسيره كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله أو البغوي، وكذلك تكثر من قراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب، كذلك بلوغ المرام لأحاديث الأحكام، وكذلك الكتاب الجامع المفيد وهو رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب الترغيب والترهيب للمنذري. كل هذه كتب مفيدة ونافعة بإذن الله. وكتب العقائد أيضا مثل كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب كشف الشبهات للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد شرحه فتح المجيد أو أحد شروحه المفيدة. كل هذه الكتب مفيدة ونافعة بإذن الله عز وجل. وأما الأشرطة فعليها أن تقتني الأشرطة للعلماء المعروفين التي يستفاد منها ويستفاد من كلامهم، العلماء المعروفون بالعلم والمعروفون بالتمسك بالكتاب والسنة، وهي كثيرة ولله الحمد ومشهورة. نعم.